ملفنا الثاني في التاسعة بعد قليل. حرب غزة تصيب حماس شعبيا في مقتل مع ارتفاع نسبة الاستياء والغضب تجاه الحركة داخل القطاع. الغضب الشعبي تجاه حماس في غزة يزداد، والمأساة الإنسانية تتعمق في القطاع، والحلول غائبة بقرار من نتنياهو والسنوار. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشف أن تدهور الوضع الإنساني في غزة أدى إلى زيادة استياء الغزيين من حماس إلى حد غير مسبوق، مع اتهامات متزايدة للحركة بالمسؤولية عن عرقلة صفقة التهدئة وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار والدمار والكارثة الإنسانية التي حلت بالقطاع عقب هجوم 7 أكتوبر. طبعا كي لا يكون هذا الكلام هو مجرد كلام مرسل وبلا أدلة، دعونا نستمع إلى هذه السيدة. إحنا لا ضل حياة ولا ضل أهل ولا ضل بيوت ولا ضل ذكريات، وخلي الإخوان المسلمين ينبسطوا، وخلي حماس تفرح، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كان السبب. إسرائيل أولا، وحماس طلع الإخوان المسلمين في فلسطين ثانيا، أينما حلوا حل الخراب. ومع كل هذا الألم، حماس ما زالت مصرة على أن هجوم 7 أكتوبر كان مغامرة مدروسة بين مزدوجين. فهل سقط أم لم يسقط من حساباتها أن إخفاء رهائن مثلا وسط منازل المدنيين سيكلفها حمامة دم في أي محاولة من إسرائيل لتحريرهم؟ بكل أسف حدث هذا بالفعل خلال عملية تحرير الرهائن 4. يعني أنت بلا مؤاخذة، انت ناس ابرياء مواطنين تقعد لي ناس عندهم اصهانه بين الناس والمواطنين، تقعد لي هنا؟ ايش ذنبنا احنا؟ انا كمواطن بريء تقعد لي جنبي ناس فماليه اصرى وانا ما لي علاقه؟ انا بني ادم بريء. ليش وين الوطنيه؟ وين الدين؟ وين الاسلام؟ وين الاسلام؟ وين الدين؟ وين الثلاثيه؟ يعني طلعوا 3 أسرى من هنا، كل اسير يعني ب100 شهيد. لهالدرجة أرواحنا هيك هباء منثورة عندهم؟ مش هيك الدين. أنا بطالب أسرع وقت ممكن يحلونا يخلصونا، إحنا تعبنا شعب، إحنا تعبنا يخلصونا. أكثر من 270 فلسطينيا قتلوا خلال هذه العملية فقط، كلفة باهظة نعم، لكن المؤكد أن الفاتورة لم تغلق بعد، فحرب غزة مستمرة ولا إشارات على اتفاق وشيك للتهدئة. لأن منظور زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وفق رسائل بعثها إلى الوسطاء من حركته ونقلتها تقارير إعلامية، من منظوره فإن المزيد من القتال يصب في مصلحته ويضر بإسرائيل، وموت الفلسطينيين ودماؤهم هي تضحية ضرورية. وهنا أترك لكم التعليق. ليس هذا كل شيء، بل أن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشف أن الدعم لحركة حماس كسلطة حاكمة في غزة انخفض إلى 46% بعد أن كان 52% خلال الأشهر 3 الماضية، وفقا لمسح شمل أكثر من 700 من سكان القطاع. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن السكان المرهقين من الحرب في غزة يزدادون إحباطا من دورات محادثات وقف إطلاق النار العقيمة بحسبهم. أضافت أن تبادل الاتهامات المستمر مع تزايد أعداد القتلى وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة يغذي استياء عاما غير مسبوق تجاه حركة حماس. نقلت الصحيفة أيضا تصريحات لغزيين اتهموا فيها حماس بأنها قادتهم إلى الهاوية، وأنها لا تتفاوض من أجلهم بل من أجل البقاء في السلطة. الأمم المتحدة أيضا حذرت من أن أكثر من 1,000,000 فلسطيني قد يضطرون للفرار إلى مناطق لا يتوفر فيها الأمن، وقالت إنهم قد يواجهون الموت والجوع منتصف يوليو، وأضافت أن انتظار إعلان رسمي للمجاعة سيكون بمثابة حكم بالإعدام عليهم، ودعت دول العالم إلى أن تتوقف عن تغذية آلات الحرب التي تجوع المدنيين في قطاع غزة. ملفنا الأخير في التاسعة لهذه الليلة، السلام في أوكرانيا ممكن بشروط روسية، تراها كييف غير مقبولة ويرفضها الغرب.